طيب احنا الايام اللي فاتت اكيد زي ما حضراتكم متابعين كان الكلام كله عن المنتخب وخروجه، هقول الصادم الحقيقه يعني، من دور ال 16، لكن التداعيات لسه والملف ده لسه مفتوح وعندنا كلام كتير جدا، ومش هنقفل بصراحه الملف زي كل سنه ونقول خلاص ان شاء الله اللي جاي احسن من غير ما نفهم اللي جاي هيبقى احسن ازاي. مفهمونا، عايزين كإعلام وكجماهير نفهم بقى إن شاء الله. عندنا كمان استعدادات لدوري أبطال إفريقيا وفترة أكيد هتكون مهمة جدا، خلينا كل ده نناقشه مع كابتن أسامة عرابي نجم الأهلي السابق. صباح الهنا. صباح الخير، أهلا وسهلا بك يا نواند وأهلا أستاذ كريم. صباح الفل على حضرتك، سعداء بوجودك معانا. الله يخليك. خروج منتخبنا كان صادم في المجمل، لكن ودي كلمة حق لازم تتقال، في ناس كتير ما كانتش مصدومة، بالعكس كانت متوقعة إن دي النهاية والنتيجة الطبيعية في ضوء اللي شافوه في أول مشاركة لمنتخبنا في النسخة دي من البطولة. حضرتك كنت من أنهي فئة من الاثنين؟ لا، هو أنا يعني متفائل دايما بالمنتخب المصري، لأنه أنت واخد 7 بطولات إفريقية، أنت في الدورة اللي فاتت أنت واصل نهائي، الدورة اللي قبليها برضو في مع الكاميرون واصل نهائي يعني مرتين، وخرجت في آخر 3 دورات واخد 7 بطولات. فأنت عامة بتاريخ مصر أنت تملي من الفرق المرشحة زي الجزائر، زي المغرب، أخيرا طبعا في السنوات الأخيرة السنغال، الكاميرون بتاريخها الكبير طبعا. أي بطولة كبيرة في فرق كده بتبقى مرشحة حتى لو ظروفها مش مظبوطة. أنا اللي صدمني الأداء خلال البطولة نفسها في ال4 مباريات على مستوى المحترفين والمحليين كله باستثناء مصطفى محمد. والله لسه قايله كده. صحيح، الاستثناء الوحيد اللي تحسي انه في ال4 مباريات ادى ما عليه بالظبط هو مصطفى محمد تقريبا يعني. في ناس ظهرت ممكن نص ساعة في ال4 ماتشات، شوط في ال4 ماتشات، وفي ناس طول الدورة في كل الماتشات أدائها خارج. ده نتيجة تراخي ولا نتيجة إن في بعض المراكز اللعيبة اتغيرت؟ يعني في حد مميز في مركز بعينه فبيتوريا يعني شاله من المركز ده وحطه في مركز تاني؟ لا، أنا يعني في تحليلي ل4 مباريات أنا إحساسي هو ده، ما طبعا مش طبيعي، مش هو ده أكيد اللي حصل، بس أنا بقول لك اللي أنا شفته وقيمت عليه، إن فيتوريا تحضيره للمباريات والبطولة كان سيء جدا في كل حاجة. سيء جدا في هنقول بنسبة مثلا 85%، واختار اختيارات أي مدير فني كان جه كان هيختارها، كان ممكن تختلف في 3 أو 4 لاعبين في 27 أو 5 اللي خدهم، لكن في أماكن في الملعب ما عملش حسابها كويس. يعني أنت تيجي مثلا وسط الملعب، لما تيجي تشوف انت بتلعب 4-3-3، يعني بتلعب بواحد بس ارتكاز و2 تمانيات، لما تيجي تشوف عدد اللي هم بيلعبوا في مركز 8 اللي يقدر يكمل بهم بطوله كبيره زي دي، ما انت المفروض مصر وزي ما قلت لك الفرق الكبيره رسمه ان هي توصل للنهائي طبعا. اثناء البطوله صعب جدا اللي ابتديت بيه هو اللي ينهي، صعب جدا. بتلاقي طرد في مباريات، لا قدر الله اصابات زي ما حصل مع الشناوي وصلاح، واحد انت حاطه ان هو اساسي رحت اداؤه سيء، واحد تاني لعب هو اللي بلغه خالد ركب، هو اللي لعب وهو اللي كمل، ففي متغيرات، فعمرك ما هتكمل بال11 اللي انت ابتديت بيهم للاخر. اذا انت لازم تعمل حسابك على الناس في المراكز. لما جه امام عاشور اتصف في اخر مباراه، انا حسيت انه هو محتار، انه ابتدى ب النني ومروان وحمدي ماشي، لما جه حتى يغير ما عندوش حل يغير بيه. لاعب محمود حماده اللي هو في مركز اصلا 6، ومهند لاشين اللي هو في مركز 6، وما فيش حد من اللعيبه اللي تقدر توصل لأن نص الملعب ده هو اللي بيقولوا ايه، هو اللي بيعمل لك الاستحواذ، هو اللي بيعمل لك بناء الهجمات، هو اللي بيربط بين الدفاع والهجوم، لازم وسط الملعب ده يبقى توليفته قويه جدا طبعا. فما عندكش حلول. ادي دي مثلا من الغلطات، حسيت انه الظاهرين هو مش مرتب مين فيهم اللي يلعب ومين اللي يلعبش، مره يلعب محمد حمدي
وبعدين تحس ان هو مش مقتنع يروح ملاعب فتوح، يلاعب فتوح يروح مقعده مش مقتنع، بعدين يرجع يلاعب فتوح محتار. نفس الشيء ناحيه هاني وعمر كمال، انت مش عارف له هو عايز يلاعب ده ولا عايز يلاعب ده. فحاجات كتيره جدا. مثلا لما تيجي لا الخط الامامي يمكن هو كان اكتر خط مستقر، كان معروف عندنا انه عندنا برضو مشكله كانت في الدفاع. احنا في وقت من الاوقات تقريبا كل هجمه علينا يا بجول يا ما هو يا بهجمه خطر يعني. ما هو نتيجه الخلل اللي انا بقوله لك ده. انت بتتكلم على ثلاثي وسط الملعب والظاهرين، يعني تقريبا الحزام كله بتاع نص الملعب، لان الظاهرين متقدمين بيتضموا لنص الملعب، فهم اللي مسيطرين على مع الثلاثه اللي في النص. فانت عندك كانت مشاكل كبيره جدا تحس ان هو مش محضر لها. انا بقول لك احساسي، اكيد هو كان محضر لها من وجهه نظره، بس احنا ما خدناش بالنا او حاجه. لا يعني ما هو احنا كل يعني انا بهزر. اصل لا يعني عارف هي بتهزر ليه؟ لان احنا تقريبا نكاد نكون ما شفناش جمله واحده على بعضها عليها دي جمله فنيه حلوه، ما شفناش يعني طريقه نقدر نستنتج ان هو علمها للعيبه او ان هو وجههم بيها. ما شفناش اسلوب لعب، ما شفناش حاجه تقريبا. ماشي، فانا قلت لك هو على المستوى الاختيارات والافراد واللقلقه او الذبذبه اللي كانت عنده، انه مش عارف يلاعب مين وما يلعبش مين. يعني مره يلاعب زيزو والنني في سته، وزيزو في نص الملعب وحمدي، وقعد امام، يرجع تاني يلاعب امام ومروان والنني. مره انا حاسس هو ايه رايح محتار. دي واحده. والحاجه الثانيه انت وضحتها دلوقتي، كان عنده قبلها مساحه وقت كافيه انه يعرف كل حاجه ويتعرف على كل امكانيات اللعيبه وقوتهم وفعاليتهم بتكون في انهي مراكز اكتر. ليه اتفاجئ هناك؟ خد فتره كافيه جدا، وكان لعب 6-7 ماتشات وديه، ولعب له 5-6 ماتشات رسميه. لا خد فتره كافيه. طيب نيجي بقى في طريقه اللعب، زي ما انت دلوقتي كنت بتفضل وتقول برضه محتار. وطريقه اللعب واسلوب اللعب، اسلوب اللعب يعني في ناس تميل مثلا حتى في الفرق اللي احنا بنشوفها مايله مثلا لنظام دفاعي وبيلعب على هجمات مرتده. دي مش واضحه عندك، انت ما عملتش كده. طيب بيهاجم والفرقه بتطلع كتله واحده والخطوط متقاربه زي فرق معينه مثلا زي الراس الاخضر، زي وده برضو محتار. انت برضو مش موجود. انت لا انت عارف انت بتهاجم مظبوط ولا بتدافع مظبوط، فانت متفكك في كل خطوطك. تلاقي الوصول زي ما انت قلت في ناحيه الطرفين مخترقين في معظم الماتشات، الباك اليمين والشمال، وده برضو بسبب نص الملعب. الوصول لعمق الملعب لحجازي ومحمد عبد المنعم كان سهل جدا. متلخبطه. فانت تحس، انا بقول لك ايه، على مدار البطوله انك انت ممكن في فرق بتبدا تدريجي يعني. تدريجي يعني. ممكن ماتش موزمبيق ماشي، وانا يمكن جيت معاكم حلقه قلت لكم مش مشكله الماتش الاولاني، انه ممكن الاداء يرتفع ويتحسن تدريجيا يعني. تدريجيا ده في حال وجود فكر ونيه مسبقه. لكن هي في خلال البطوله كلها ما وضحتش، باستثناء حاجات اجتهاديه من اللعيبه لما يحسوا ان في جيب جون فيهم، تحس شويه حماس جه ونتعادل في ماتش راس الاخضر او في ماتش غير يعني ربع ساعه ولا ساعه. ده مش اداء مستقر للمنتخب. فانا عشان كده ما فيش شك بحمل ان مستر فيتوريا العامل الاكبر في عدم تجهيزه للفرقه وتجهيزه في فكره في تغييراته والاماكن والمراكز وطريقه اللعب واسلوب اللعب واحد. ثانيا طبعا لا نغفل دور اللعيبه، لانه برضو ما انا مهما انا كنت مدرب كويس او حتى يعني جيد مش ممتاز، انت دورك يعني فين كلاعب؟ معلش ايوه يعني المنتخب ساحل العاج، صحيح الجماهير اديته دفعه غير عاديه لانه ما كانش هيخش، ودخل على اخر مباراه لما المغرب كسب زامبيا فهو دخل ثالث. ولكن تحس بقى اللعيبه في مباراه السنغال لما ابتدوا يخشوا دور ال 16، وامس في مباراه او اول امس في مباراه اللي كسبوها الاخيره اللي هي كانوا بيلعبوا سهل عكا بتلعب مالي، روح
غير طبيعيه، رغم المدير الفني مشي وبيكملوا بالمساعد. ده مش عايز اقول ده يعني فكر في المساعد خلى طريقه اللعب تتغير في يوم وليله، لا هو تحمل مسؤوليه غير طبيعيه من اللاعبين، لان هم حسوا ان كانوا بره البطوله ورجعوا مع طبعا هم ظروفهم انه البطوله في ملعبهم الجماهير مديهم دفعه جامده جدا يعني قويه جدا، فتحس ان هم فرقه مش كبيره قوي، مش وحشه طبعا مش سيئه، بس فرقه بس تعاملك. لكن ايوه عملوا كل اللعيبه بقى كفرديا عاملين اقصى ما يقدروا يعملوه، وعدوا السنغال وعدوا مالي وفرقتين الاثنين كويسين جدا ومرشحين. الناس كانت بتقول لك السنغال من المرشحين يعني. ما هو من ظروف السنغال السيئه انه لاعب ساحل العاج بعد ما كان خارج من البطوله، لان لما هو كان شبه خرج خلاص من البطوله والناس عيطت وسابوا المدرب وراح وخلوا المدرب يعني ادوا اقاله خلاص هم بره البطوله، لما رجعوا كان اول ماتش السنغال فكانوا بيلعبوا بروح غير طبيعيه، فبرضه من حظوظ السنغال السيئه ان الماتش جه وانتهى تعادل وحصل ضربات جزاء، فاللعيبه برضه ليها دور طبعاً يعني المدير الفني يتحمل الجزء الاكبر، لكن اللعيبه لانه معظمهم ما كانش في الحاله الجيده بتاعته. طيب سؤال، اللي حصل حصل بقى. طبعا. نشوف احنا في ايه دلوقتي. اللي انا اعرفه حسب المعلومات ان في اجتماع النهارده عشان حسم ملف فيتوريا، انت المطلب الجماهيري المطلب الاساسي ان رحيلك. طب هل انا اصلا اقدر امشيه ولا الموضوع لازم يكون في تنازل من ناحيته، وهو حسب برضو المعلومات ان هو لن يتنازل عن حقه المادي ده. وفي نفس الوقت هو انا بدور دلوقتي على حل الازمه اللي انا حطيت نفسي فيها عشان ارجع احط نفسي في ازمه تانية، ولا ايه الوضع؟ انا ليه غير موفق؟ سؤالي اهو صح ولا ايه؟ عشان نلحق نكسب وقت ونحط نفسنا في ازمه. انا ليه غير موفق في اختياراتي لمنتخب مصر كالمديرين الفنيين بتوعه؟ بجد والله نفسي نفسي حد يجاوب. وبنود التعاقد دايما بتبقى ضدنا مش في صالحنا، يعني في ايه؟ بس يعني سيبك من طبعا الاختيار لازم يكون سليم، لكن هنقول ان في مدرب كويس ويجي مش موفق مع الفرقه ماشي. طب بنود التعاقد كل مره نتحط في نفس الظروف، صحيح مصر كبيره ومديرين فنيين كتير جدا يتمنوا تدريب مصر. المنتخب صحيح. المصري طبعا. انا بحس ان احنا واحنا رايحين نتعاقد مع مدير فني لو النبي تعالوا مرنونا بنستجديه وبنلبي له كل طلباته يعني بكل بساطة، وكأنه هو اللي هو اللي رابطنا مش احنا. طب اللي ليه ده حاصل؟ ليه ده بيتعمل؟ ده محيرة. المسؤولين هم اللي على فكرة كيروش كان جيد يا كابتن، او غير اتحاد الكورة. انا شايفة كيروش كان جيد، مش قوي برضه، بغض النظر سي في قوي وصلك لنهائيات طبعا وكان لو خد او كمل كان ممكن ان هو يعمل شغل مختلف. بس هو برضه بس طب لا هو ما كانش وحش يعني يعني على الاقل وما كانش الفرقة كويس. هو برضه النقطه هو عارف ان هواندا حست بده كده او حس بكده ليه؟ عشان شكلك كده بشكل ضمني قارنتي بينه وبين فيتوريا. ايوه المقارنه لصالحه مفيش مقارنه. اي حد هتقارنيه هيبقى انا واحد بيحس بقيمه القديم لما ما يلاقيش مع الجديد حاجه. لا ما انا مع كريم زي هو الفكره في ايه؟ الناس لما بتشوف حاجه أسوأ فلو كان في سيء فهي بتقول يا ده كان أرحب. لكن انت لما ترجع لفتره كروش برضو الناس كانت معترضه. في لعيبه هم كده كان الناس هتعترض، بس كان في تطوير للعيبه وصلك لو شافوا ما يرضيهم مش هيعرفوا. سي في قوي. ما هو اي طالما بتشتغلي في عمل يعني في جماهيريه او عمل عام بصفه طبعا. عامه هيحصل بعض بس بيبان الاغلبيه رايحه فين. يعني حتى مع كروش ما تحسيش الاغلبيه كان في ناس راضيه عنه، لكن برضو تحسي مش الاغلبيه كانت راضيه عنه. هو ما فيش حد اي ناس هترضى عنها كلها يعني. لا بس برضو كروش كان ليه تاتشات وبرضو مش بتكلم على نسبه، انا مش بتكلم على نسبه صغيره. ما هو انا عندي مثلا نسبه 100%. كابتن الجوهر اتحارب، حسن شحاته اتحارب، يعني لا معلش اتحارب في فتره ايوه، لكن الناس مقتنعه ان هو كويس بعد ما حقق النتائج. لا ما حسن شحاته اتحارب
في ناس ما كانتش راضيه قبل ما يمسك 2006. صحيح. لما مسك وخد 2006 كل الشعب المصري كان معاه. هو ده اللي انا بقوله بالظبط. او نسبه كبيره، هنفترض لو في 5% مش عايزين. الانتقادات كده كده بتوجه يعني. ماشي، الانتقادات بتوجه، بس في نسب، في في انا مثلا انا هفترض النسبه اللي هي واحد يعني اللي هي 100%، انا ممكن 90% او 80% معايا و20% معترضين. طب تعالى نقارن كيروش بفيتوريا، بتشوف هنا قد ايه وهنا قد ايه نسبه الرضا كانت قبل النتائج؟ لا، ما فيتوريا دلوقتي فوق ال 95% مش راضيين عنها، لانك كمان خسرتي. كيروش مثلا بنسبه 70% ما كانوش راضيين عنه، 30% بس كانت رايهم انه ايه، انه وصل نهائي افريقيا ويكمل، لكن الشعب برضه ما كانش راضي. وعلى فكره انا اسف للمقاطعه، بس عشان الزملاء بيدونا بالكوع في السماعات. لازم نطلع فاصل. هنرجع نكمل الكلام انطلاقا من التفصيل. حديثنا لسه اكيد مستمر مع كابتن اسامه عرابي، وكنا بنتكلم قبل الفاصل، هنرجع للنقطه دي بصراحه لانها مهمه جدا. مدير فني جيد ولا مدير فني متواضع؟ ولو جبنا مدير فني منين الناس هترضى ولا لا؟ قارنا بين فيتوريا وكيروش سريعا. كابتن اسامه، يعني احكي لنا كده من وجهه نظرك، امتى ممكن مصر، عشان اتكلمنا في الموضوع ده كتير والملف ده كتير ومحدش بيوصل للنتائج يعني، بس تعالى نحاول على الاقل، امتى ممكن مصر تجيب مدير فني للمنتخب؟ مش هقول الناس تبقى راضيه عنه، بس بجد يبقى يعني على قدر المسؤوليه، يوصلني لنتائج انا على الاقل ابقى سعيد بيها، مش لازم ابقى يعني واصل وحائز على كل البطولات اللي هو هيجي عشانها. مش شرط يحصل ومش هيحصل، بس على الاقل ارجع للمستوى اللي انا اعرفه عن نفسي. مظبوط. دي يعني السؤال ده يوجه للمسؤولين عن الاختيارات. ما هم المصريين بيتغيروا. ما هو يعني ايا كان بقى المسؤول، طبعا اتحاد الكوره رقم واحد اللي هم الموجودين، وزير الشباب والرياضه مالوش طبعا تدخل رسمي، بس بيبقى حاجات ممكن يتكلم فيها معاهم يعني. حضرتك قلت يا كابتن اسامه المسؤولين عن الاختيارات، هو المسؤولين دول لو مش قادرين يتحملوا المسؤوليه كما ينبغي، ليه هم نفسهم مش بيتغيروا؟ ما هو انت، ما هي دي المشكله برضه. ما انت جيت بعد كاس عالم اللي خرجنا منه، المجلس كله استقال ومشي وجم ناس تانية. ودي كانت من النوادر على فكره. اولا لازم يبقى في انتخابات حقيقيه، ما كانش في انتخابات حقيقيه في المجلس، في المجلس الموجود ما كانش في انتخابات حقيقيه، اتعملت قايمه ضدهم كده ريكلام كده، هم كده كده كسبانين. في حاجات كتيرة عايزة تتغير في 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 الرياضة المصرية يعني، في حاجات عايزة تتفجر. في حاجات كتيرة يعني. المهم انه اللي أنا عايز أقوله انه حتى كيروش لما يعني الناس ما كانتش راضية، خلي بالك انه احنا وصلنا نهائي أمم أفريقيا، ولكن أربع ماتشات من اللي احنا وصلنا لهم كانوا بضربات الجزاء، ودي برضو فيها توفيق كبير. يعني احنا في مباراة ساحل العاج كانت في دور ال 16 لعبنا ضربات جزاء، كان ممكن نخرج من دور ال 16. كان الهجوم عليه كان هيبقى اكتر. وكسبنا بعد كده الكاميرون بضربات الجزاء، كسبنا بس المغرب الفرقه الوحيده اللي كسبناها في المباراه. السنغال لعبنا ضربات جزاء، كاميرون لعبنا ضربات جزاء، ساحل العاج لعبنا ضربات جزاء. انت حتى في مباراه الكونغو رغم ان احنا لعبنا مباراه سيئه جدا، كانت ممكن تكسبي بضربات الجزاء وتلاقي نفسك في دور الثمانيه. فبرضه يعني الناس ما كانتش، قال لك البطوله دي الناس تقول لك هتاخدها بالتعادل. لكن لا، ما هو اربع تعادلات غريبه جدا. جد يعني الحق. احنا مشاركتنا في النسخه الاخيره دي يعني في ناس شافت ان منتخب مصر في البطوله دي لا تعرف طعم الهزيمه ولا تعرف الانتصار ولا الفوز. خلي بالك احنا برضو انت لا انت منهزم ولا انت فايز، انت مقضيها كده يعني انجاز التعبير بالصلاه على النبي، وصلنا للمرحله اللي وصلنا لها وبعد كده خرجنا. على فكره كمان واحنا ما لعبناش غير الراس الاخضر اللي انا بقول واحد من احسن فرق البطوله، وامبارح تحزن عليه انه طلع من جنوب افريقيا لانه كان افضل في اثناء المباراه يعني افضل بنسبه مثلا 80%، يعني كان اقرب بكتير جدا انه يوصل النهائي. لكن موزمبيق وغانا والكونغو، كونغو فرقه جيده ولكن مش زي الراس الاخضر. انت ما كنتش دخلت لسه في المستويات كمان الاعلى. طبعا يعني انت ما كنتش بقى دخلت في السنغال رغم خرجت، المغرب رغم خرجت، ساحل العاج على ملعبه، انت ما كنتش دخلت في المستويات دي، ومع ذلك عملت اربع تعادلات
وبصعوبة يعني بمعاناة عملت 4 تعادلات. فالمقارنة كمان دلوقتي في ناس صعدت بأقدام الغير لا اصلا. وغير كده في ناس تقول لك ايه، السنغال خرجت من دور ال16 والمغرب اللي هو بيرمي عشان يدي مبرر لفيتوريا. اولا السنغال كانت اول مجموعة ب3 فوز، يعني كانوا الوحيدين اللي جايبين العلامة الكاملة. ثانيا لما لعب في دور ال16 هو ما خسرش، هو تعادل مع ساحل العاج صاحبة الارض. وانا قلت الظروف اللي السنغال لعبت فيها ان ساحل العاج كانت بره ورجعت، فالجماهير كانت متحمسة جدا واللعيبة ظروف المباراة، وطلعت 1-1 وخسروا ضربات جزاء. فاحنا ما نتقارنش، مش معنى ان هم خرجوا، هم لعبوا على الاقل، كانوا ليهم تواجد طبعا. نفس الشيء المغرب كان اول مجموعته بسبع نقاط، كسب ماتشين وتعادل ماتش، وماتش جنوب افريقيا هو كان الاقرب يعني، او الماتش كان متوازي، وجي اشرف حكيمي ضيع ضربه جزاء اخر 10 دقائق، كان ممكن يتعادلوا ويخشوا في المباراه ويكسبوا. يعني ظروف المغرب والسنغال غير ظروفنا خالص وخروجنا. احنا مشابهين لخروج تونس، مشابهين لخروج الجزائر. ال3 فرق ما قدوش بالمستوى المفروض وخرجوا، لكن في فرق جيده خرجت. وانا بديت مثل بالراس الاخضر، يعني انا عايز اقول ايه، ما فيش حرام في الكوره، بس انا بقول ايه، يعني الواحد فعلا فرقه تحزن عليها ان هي ما توصلش نهائي. احسن فرقه لعبت في البطوله كاداء يعني هم مثلا برضو غينيا الاستوائيه لعبت بشكل كويس قوي وخرجت بالصدفه من غينيا، بس هم كانوا المفاجاه الاكبر الحقيقه. راس الاخضر طبعا، انجولا ادت بشكل كويس، جنوب افريقيا بتادي بشكل كويس، يعني اكتر من فرقه. نيجيريا ما بتلعبش كره جميله قوي، بس منتخب متماسك بسرعه. ايام كنت يا كابتن اسامه نيجيريا في اعلى حالاتها. مين نيجيريا في وقته كنت كانت اقوى بمليار مره مما هي عليه دلوقتي؟ لا، نيجيريا في الثمانينات وكذلك السنغال وكذلك الكاميرون والتسعينات. لا، السنغال دخلت في السنين الاخيره، لكن الكاميرون ونيجيريا في فتره الثمانينات والتسعينات والالفينات، لا مستويات كانت عالية جدا. الفرقة مثلا الكاميرون بتاعت ميلا ومكاناكي وكانابيك ومانبيك، دول من أحسن الأجيال اللي جت في تاريخ الكاميرون. نفس الشيء لما تتكلم على أموكاشي وأوكوشا والناس دي، المنتخب النيجيري كانوا مستوى تاني خالص غير دول. يعني دول كويسين وبيأدوا بروح عالية وتنظيم وكده، لكن مش بنفس امكانيات الجيل اللي قبله. يعني ال4 فرق اللي وصلوا على فكره النهائي او الربع النهائي ده او قبل النهائي، اللي هم جنوب افريقيا، ساحل العاج، نيجيريا، والكونغو، مش احسن فرق لعبت في البطوله. يعني باستثناء جنوب افريقيا شويه، رغم ان بالراس الاخضر امبارح المفروض يكسبهم، ونيجيريا بتأدي بتنظيم جيد. يعني باسيرو عامل تنظيم جيد. يعني مثلا بسيرو في مع نيجيريا، ورغم ان هم نيجيريا طول عمرها بتلعب كره هجوميه قوي، بيلعب 5 في خط الدفاع، في خط الدفاع. طب انا مثلا فيتوريا، وانت شايف المنتخب مهلهل، وانا قلتها يمكن قبل ماتش الكونغو، ليه ما لعبش جدا؟ كان مهلهل. سرحت في مهلهل، لقيتها تنطبق علينا للاسف. لا، هو المنتخب فعلا ما كانش للاسف يعني مفركش كده. يعني كان ممكن يلعب ب3 مثلا، كان ممكن. طب انت شايف ان في اختراقات كتيره قوي في الباكين، واختراقات في العمق، طب ما العب مثلا ياسر ابراهيم وحجازي ومحمد عبد المنعم. ياسر ابراهيم بقى لازم يبقى فيه. لا يعني، لا انا مش بقول كده معناه ان احنا هنكسب، بس انا اقصد ان هو مش ما كانش هو فين ياسر ابراهيم ولا فين الشحات، ما كانش مفكر كويس في شكل الطريقه والظروف اللي ممكن اغير فيها الطريقه وتغييرات اللعيبه ومراكز اللعيبه. كان في لخبطه واضحه جدا يعني. وبعدين حاجه ثانيه بقى للاسف مش هنلحقها، كان نفسنا نعرفها الحاجه الثانيه دي سريعه، بس قوي اتفضل. ما احنا برضو في ظروفنا الاقتصادية دي، اجيب مدرب بياخد 200,000 يورو شهريا. 240 ما تقولش 200، قول 240. بجد والله. لا بجد والله. بعدين تيجي تشوف كل الناس اللي في البطولة، اللي بياخد 30 واللي بياخد 40. دي حقيقة على فكرة، واللي بياخد غريبة جدا. ده في ناس بياخد 10,000 والسي في تاني خالص. مش هنقول 10,000 بس، يعني متوسطات 50. دي حقيقة. وليهم خبرة في على المنتخبات مش أندية بس. 40 من 200,000 يورو، يعني ما
فيعني في حاجات كتيره. ده سؤال، ده دي نقطه حلوه جدا نختم بيها بالمناسبه، وما اعتقدش حد عنده اجابه برضو على اللي حضرتك بتقوله، لان فعلا الواحد مش فاهم حقيقي، يعني ممكن بربع الثمن ده نجيب مدرب تاني سواء محلي او اجنبي، وممكن الاداء يبقى مختلف. وبعدين المحلي، يعني محدش فاهم الحقيقه. المحلي احنا ما بنصبرش عليه. لا لا خالص، ده يعني انت بتقيله يعني وهو في الطياره. يعني ايهاب جلال يا عيني جه اتعين واساسا جوه الاتحاد ناس مش موافقه، واستنت له بعد ثلاث اسابيع ورحلوه. حسام البدري وهو في بطوله هناك بيلعب شايلينه قبل ما يرجع بالطياره. هنا بقى ده يقول لك ايه مشروع اصبر عليه ويعمل اربع سنين يديله فرصه الله. انت مش معنى الاجنبي هو اللي هتديله الفرصه كابتن اسامه؟ والله كلام حضرتك يعني بحس انك بتتكلم بلسان ناس كتير، فيعني بجد استمتعنا، نورتنا كابتن اسامه. الله يخليك، شكرا ليك جدا على وجودك معانا النهارده، والشكر موصول لحضراتكم على حسن المتابعه. نشوفكم على خير بكره ان شاء الله، صباح الفل.